الندم، السعادة بلا شك غامرة. نستمع لبعض النقاشات. انت يعتزل مع عمرك ما معتزل ما فيك. هو شباب مع عمرك. إذن لنتابع. إذن وهكذا مشاهدينا الكرام استلام الكأس. شكرا لكم يا صاحب السمو. حظي يا محمد الدعية بالكثير من الثناء من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. كأس سمو ولي العهد الغالية يرفعها قائد الهلال، لطالما رفع كباتنة هذا الفريق الكؤوس والبطولات، وطالما احتفلوا ولا يوجد الفريق الذي يفوز بكل البطولات، لكن الأسماء اللامعة الأسماء الخالدة في الفريق الهلالي تتواصل. محمد الدعيع ليسجل التاريخ القائمة الهلالية الرائعة في هذا الإنجاز. محمد الدعيع.